مع انطلاقة شوطنا 17 للقاية الابكار ومسيرة ومنافسات فئة الابكار مع سن اللقاية، وهذا الملتقى الجديد لنجدد الملتقى معكم ومع انطلاقة هذا الشوط لنتابع الأسماء الخمسة الأولى المتنافسة في مسيرة هذا الشوط. والمركز الأول من تحمل الرقم 1 ومع أول المراكز شعار المنخس على المركز الأول، لنتابع نوف على المركز الأول كما هو مدون نوف، البخيت من متعب بن حمد المنخس المري على أول المراكز. المركز الثاني يتابع معكم الدوحة مبارك بن سالم الحايف المري. ننتقل للمركز الثالث لنشاهد الذيبة عبد الله بن ثواب بن محمد بن ثواب القحطاني. المركز الرابع تواجد أيضا الذيبة سعيد بن عبد الله بن راشد الزعبي يقدم لنا الذيبة. المركز الخامس وصول شعار بن سلعان أو هنالك نزون فهد محمد بن سعيد الحنيتم المري على المركز الخامس. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة لمسيرة هذا الشوط، ومعكم أيضا نستعيد النداء لنجدد النداءنا الثاني مع الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة وأول المراكز. أول الأسماء أول الانطلاقات اللي كانت على المركز الخامس ذاتها قبل قليل غيرت مجريات الشوط. للمعلومة هي آخر اسم تدون معنا في كشف التعليق، وهي أول اسم ينطلق بهذه اللحظات مع أول المراكز. مزون لفيد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري على أول المراكز وعلى المقدمة والصدارة. المركز الثاني أتابع شعار الزعبي على ثاني المراكز مع انطلاقة وتقدم الذيبة سعيد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع على ثالث المراكز تواجد نوض بخيت بن متعب بن حمد المنخس المري. المركز الرابع التواجد من الذيبة عبد الله بن ثواب بن محمد بن ثواب القحطاني. خامس المراكز المركز الخامس حفلة لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند بمتابعة البروفيسور من يتابع انطلاقة حفلة على خامس المراكز. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة ومع القيادة مع الانطلاق ومع السيطرة ومع الاندفاع بأول المراكز التواجد من مزون. مزون على المركز الأول تحمل أيضا شعار بن حنيتم على أول المراكز، شعار يملأ العيون بانطلاقته وباندفاعته مع الصدارة ومع انطلاقة مزون. تعود مكيدة في يد محمد بن سعيد الحنيتم المري. المركز الثاني التواجد مشاهدي الكرام من ثاني المراكز من قبل الذيبة على المركز الثاني لسعيد بن عبد الله بن راشد الزعبي يقدم لنا الذيبة على ثاني المراكز. المركز الثالث نتابع معكم على ثالث المراكز التواجد من قبل سعفة سنيد بن علي بن سنيد الدعية يقدم لنا شعاره، هذا الشعار اللي فاز معنا بالعديد والعديد من النقاط في سباقاتنا المحلية الماضية. أيضا في هذا الموسم انتزع له ما يقارب 4 سيارات في هذا الموسم أو 3 سيارات في هذا الموسم. شعار من الدعية الحاضر مع سعفة بانطلاقته مع هذا الشوط. المركز الخامس أو اللي على المركز الرابع التواجد من قبل الهاربة لحمد بن سالم بن لنقح المري نتمنى له السلامة. المركز الخامس نشاهد شرف لعتيق بن فرح بن عتيق البريد المري. نعود إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى مزون. مزون مسيطرة على أول المراكز غائدة للأسماء والشعارات مسيطرة على زمام هذا الشوط. 1200 عن ناموس هذا الشوط. مزون هي الأقرب للناموس،
هي الأقرب للتتويج. فيد محمد بن سعيد الحنيتم المري المركز الثاني، سعفه سنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية المركز الثالث. القادمة والواصلة في هذه اللحظات خداعة لنمر بن راشد بن زيد بن ديلة، بدأت تصل خداعة لتخدع الأسماء الحاضرة بانطلاقتها. وصلات الشانية بن فاتوح قادم، محمد بن سالم بن بخيت بن فاتوح المري قادم شعار بهذه اللحظات. لكن تغيرت أمور الصدارة، تغيرت أمور المقدمة. اسعف اسعف على المركز الأول، يا هل ترى يسعف الحظ بانتزاع الناموس مع ابن الدعية أم يكون هناك رأي آخر للأسماء الحاضرة المتواجدة في هذا؟ اسعف على المركز الاول، السنيد بن علي بن سالم السنيد الدعيه المركز الثاني، مسون فهيد محمد بن سعيد الحنيت المري المركز الرابع، خداعه مع برنديله المركز الخامس. وصل بن قطامي، وصل بن قطامي ليقدم لنا شعارا مع انطلاقه العنود. هادي بن مسعود بن هادي الفيده المري واصل، واصل مع محمد بن مبارك بن قطامي يقدم لنا شعارا بهذه الانطلاقه. لكن اسعفه 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 على الصدارة المقدمة بانطلاقة ناموس هذا الشوط، صاحبة أيضا نقاط في سباقاتنا الماضية تحضر سعفة في هذا الشوط. لكن بن قطامي غادم بشعاره على المركز الثاني، سعفة وهنالك التوادي من العنود، العنود سعفة سعفة العنود بن سنيد بن قطامي. لكن سعفة هي الفائزة في هذا الشوط الثاني، والتبريكات نزفها لسنيد بن علي بن سنيد الدعي على فوز اسعف المركز الاول والمركز الثاني. وصلت العنود لهادي بن مسعود بن هادي الفيد المري المركز الثالث، مزون خداع المركز الثالث، لنمر بن راشد بن زيد بن انديل المركز الرابع. كان الوصول من غير مزون لفهيد بن محمد بن سيد الحنيت المري المركز الخامس، كان الوصول من قبل شوهيل عبد الهادي بن زيد بن انديل المري. توقيت الزمني لسعفة 7:43، 7 الزمن الثانية. الثاني التبريكات لسنيد بن علي بن سنيد الدعية المركز الثاني. وصلت العنود 7:44 بدون أي زمن الثانية. الثاني التبريكات نزفة لمالك العنود هادي بن مسعود بن هادي الفيد المري المركز الثالث. وصلت خداعة 7:45 8 أجزاء من الثانية. الثاني التبريكات لنمر بن راشد بن زيد بن محسن بن انديله.